اسمي حمزة ابراهيم شعبان، أعمل في المصنع ل 36 عام. بالطبع طبيعة العمل بيجينا مطبوع، من ثم نقوم بعملية الحشو اللي هي خيوط قطنية بالنسبة للحروف أو للعروق، وبعدين بيتم عملية التطريز بالسلك الفضة المطلي بالذهب، وبكده يكون يعني جاهز. وهنا هذه حشوة حاليا، بنحشي العرق وبعدين نقوم بعملية القبقبة ونشتغل بالسلك الفضة الخالص. هو بالنسبة للحزام 16 قطعة، لكل قطعة طول مختلف. المقاس العرض واحد لكن الأطوال تكون مختلفة، ف16 القطعة تتجمع في النهاية مع بعض، ويتم إنجاز الثوب في خلال 9 أشهر. هذه من 60 إلى 65 يوم القطعة تستغرق. لا، هذه 44 إن شاء الله، حج 1444. خيوط قطنية، واللي هي مرحلة تسمى مرحلة القبقبة بالإبرة هذه، اللي هي نقوم بعملية القبقب اللي هي هذه اللوزات تسمى، ونفس الحروف برضو تتعمل لها قبقبة عشان تدي نعومة للسلك. أنا أوديك يا حبيبي، والله أوديك. ونبدأ بعمل السلك التطريز على طول، بكده يكون جاهزة يعني. ثمانية ساعات، من 7:30 ل 2:30. والله شعور ما ينوصف، يعني يكفيك انك بتخدم بيت الله عز وجل، وعملنا بيشوف القاصي والداني من كل دول العالم، يعني هذا شرف كبير الله شرفنا به ولله الحمد، نحمد الله ونشكره.